يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وهنتكلم عن مواضيع وملفات كثيره جدا تهم كل حضراتكم. شفنا امبارح طبعا وقائع المؤتمر الصحفي للمدرب او المدير الفني الجديد مارسيل كولر، وشفنا نزوله للمره الاولى لارضيه ملعب مختار التتش في اول يعني خطواته في مهمته الجديده ان شاء الله. التمرين كان اول امبارح عفوا، و المؤتمر عفوا هو اللي كان اول امبارح. عندنا حاجات كتير نتكلم فيها فيما يتعلق بما هو قادم ان شاء الله. هنتكلم في كل هذه الملفات مع كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباحك طيب؟ كله تمام الحمد لله. ربنا يخليك وانت بالصحه والسلامه. عندنا حاجات كتير نتكلم فيها وعايزين نستاذنك، خلي البدايه تكون في النادي الاهلي وبعد كده هنروح للمنتخب. ماشي؟ تمام. وتعالى كمان نغرف الموضوع من اوله، يعني قبل ما نتكلم عن كولر تعالى نتكلم على سوارش وفكرة ان في ناس كتيرة كانت شايفة انه مجرد تعيينه في التوقيت ده والموسم شغال والوضع زي ما انت شايف كان عامل ازاي، فده في شيء من الظلم دي، وفي وجهة نظر تانية بتقول ان المدرب الكويس يقدر يسيب بصمة ايا كانت الظروف والملابسات. مبدئيا انت شخصيا شايف ايه في المطار ده؟ والله انا شايف انه فترة فعلا اتظلم فيها مستر سوارش في الفترة دي. الاهلي لم يكن في افضل حالاته من نواحي كتير جدا، منها واولها هي الاصابات الكتيره اللي كانت موجوده في عناصر اللاعبين النادي الاهلي. يمكن فتره كانت صعبه بجد، يعني يمكن الاهلي يمكن قرار كمان اللي خده الكابتن محمود الخطيب كان قرار قوي جدا انه يلعب بالناشئين في الفتره دي، واستحمل الراجل القرار ده وتداعياته والمردود اللي هيبقى ناتج عن القرار. فانا شايف ان الراجل يمكن كان ليه قبل كده يعني تصريح انه قال انا ابديت مصلحه النادي الاهلي على مصلحتي انا الشخصيه، وده كان حقيقي. انا شايف ان هو الراجل ده يمكن كان في بعض الاحصائيات ان هو يمكن النادي الاهلي في الفتره الاخيره كان من اقل الفترات اللي يدخل فيه اهداف، النادي الاهلي كان ما بيدخلش فيه اهداف. وضح بصمه الراجل ده على الناحيه الدفاعيه اللي ما بيهتمش بيها قوي محبين النادي الاهلي او عشان النادي الاهلي او الناس اللي هي بتحب كره النادي الاهلي. حتى الجماهير. نعم. ولا حتى الجماهير بالظبط، معنيين اكتر بالجانب الهجومي اللي جاته عن النفوذ والمباريات. بالظبط، كان في الفتره دي ما انتجش الراجل شغل هجومي واضح. طيب. يمتع الجمهور او يحس ان الجمهور او يقنع الجمهور بفكرته اللي هي اللي ان احنا قبلها كان ماشي الكابتن مستر موسيماني وكان في مشكله شويه في حته الهجوميه اكتر، يمكن كان بيجيب اجوال كتير وكل حاجه بس كان بيترد علينا اهداف كتير. أيوة. فكان والنتائج وتصريحات وحاجات، فبدا الراجل ده متزن اكتر في تصريحاته. ولكن جه في وقت كان صعب عليه جدا، ولكن احنا هي دي كانت فتره بالنسبه له قضاها الراجل بشكل يعني نوعا ما حسب اللي كان متاح في الفتره دي. لكن اكيد القرار بتولي مستر كولر طبعا يعني ان شاء الله يكون للمرداد الافضل ان شاء الله. الى اي درجه كابتن احمد انت متفائل بيه؟ وبعدين لو بصينا لتفصيله صغيره قوي من الخلفيه بتاعته، خلفيته المهنيه في عالم التدريب، لو وقفنا بس عند التفصيله بتاعت ان هو مسؤول عن تدريب منتخب النمسا اللي كان في ذلك الوقت في المركز ال71 على مستوى العالم، وقدر يطلع بيه للمركز العاشر تقريبا، يعني في اهم 10 منتخبات واقوى 10 منتخبات في العالم. التفصيله دي الى اي درجه ممكن تكون مطمئنه بالنسبه لنا؟ اكيد بنسبه كبيره جدا. يعني انا شايف انه مستر كولر يعني سي في محترم جدا. هو الراجل كمان يمكن كان في بعض الـ يعني الكلام انه هو الراجل بقاله سنتين ما بيشتغلش، ما اعرفش ايه اصابه بتاع الحاجات دي كلها، لكن انا شايف ان هي دي ممكن يبقى عامل ايجابي مش سلبي. ممكن يكون عامل ايجابي انه هو الراجل راجع بشغف اكبر، راجع برؤيه اكبر اوضح، ورجع بعد دراسه استمرت سنتين، فتره اللي هو كان يعني واضح ان هو يعني كان قلقان زياده كمان من موضوع الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا. فبيقول لك في الفتره دي ان هو قعد درس وطور من نفسه وطور من امتلاكه لادواته كمدير فني وتعرف على الاساليب التدريبيه الجديده، فاكيد برضو ده هيضاف لرصيده. هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه، يعني يمكن ده تكمله كلامي اللي حضرتك اتكلمت فيه، ده ان هو الراجل اشتغل على نفسه اكتر. الراجل خد فتره راحه، يمكن احنا كلاعيبه بنحتاج فتره راحه بعد كل مجهود كبير. بنحتاج فتره راحه بالظبط، المدير الفني برضو بيحتاج لبعض فترات الراحه يعيد فيها حساباته ويراجع نفسه. فالحاجات دي انا شايفها انها ايجابيه اكتر منها سلبيه، يعني حتى الاتهامات اللي موجوده او
محاولة تقليل من المدير الفني او ان هو كان قاعد او بتاع، لا بالعكس، ده دي حاجة ممكن تدي دوافع اكبر للراجل وشغف اكتر ورغبة اكتر ان هو عايز يحقق انجازاته وبطولات اكتر. فانا شايف ان الراجل سي في كبير جدا، عامل السن كمان خبراته الحياتية العامة. احنا كمان هنا في مصر يمكن بنحتاج اكتر المدربين اللي نحسهم اب لينا، حتى لما بيوجه، حتى لما بيزعق، حتى لما بيعمل، بنكون متقبلين جدا اكتر ما يكون السن قريب بالموضوع، بنحس انه في يعني المدرب شايف نفسه علينا شويه او بتاع. لكن احنا بناخد الحته دي انه حد كبير اب بيوعينا بيوجهنا بيدينا تكليفات معينه بناخدها بشكل كويس. ويمكن مستر جوزيه كان الراجل ادى اداء كبير جدا في النادي الاهلي قبل كده، وخد بطولات يعني كبيره جدا، وكان اب لكل اللعيبه، وكان شخصيه قويه جدا، وكان اللعيبه بتمتثل جدا لقراراته. هو الحقيقه كان مدير فني استثنائي من كل النواحي. بالظبط، انا اتوقع ان الراجل اللي موجود ده مستر كولر ده هيمشي على نفس النهج. يمكن هي مدرسه مختلفه شويه، ده سويسري وده والتاني كان برتغالي، لكن انا شايف ان هو الراجل ده هيقدم مردود كبير. تابعت وقاعة المؤتمر الصحفي اللي تم من خلاله تقديم المدرب الجديد؟ اكيد طبعا. يعني هو وقفت عند اي تفصيله معينه من الكلام اللي هو قالها؟ هو يمكن التفصيله الاهم بالنسبه لي، يمكن كان في تفاصيل كتير جدا، والراجل جاي على طول من الطياره على الملعب يشوفه. أيوة. على التفاصيل الصغيره، انا بحب جدا المدرب اللي يهتم بالتفاصيل الصغيره دي. التفاصيل دي هي اللي بتجيب النجاحات، وهي اللي بتجيب الـ الانجازات الكبيره يعني. فانا شايف ان الراجل جه، يمكن ان هو ما توصلش مع فايلر قبل ما يجي، وحب ان هو ياخد الانطباع بنفسه. دي فكره برضو عجبتني، ان انت ممكن حد ياثر عليك بافكاره، هو ممكن يقول حاجات كويسه، ممكن يقول حاجات سلبيه. فانا شايف ان هو ايا كان المردود، انا شايف انه انا لما اجي المكان واشوف بنفسي لكن لو في تفصيله انا مش واضحه لي ممكن ارفع سماعه التليفون استفسر عنها، لكن انا اشوف الانطباع الاول، اخد انا الانطباع بنفسي، ده بيفرق معايا جدا كمدرب. وحسيناه حتى في طريقه مشي وفي مختار التيتش وراح على الشبكه بتاعته والتركات الصغيره يعني دي. تحس انه فعلا هو شخصيه جميله يعني. بالظبط، بيجيب صنده كل حاجه وبيتاكد من كل حاجه، فدي تفصيله طبعا الى حد ما برضو قد تكون مطمئنه. طيب الاسماء اللي استجدت واللي تم الاعلان عنها مؤخرا، حد زي شادي حسين، حد زي برونو سافيو اللاعب البرازيلي، الى اي درجه انت شايف ان دول ممكن يبقوا فعلا عنصر قوي جدا في تدعيم الفرقه الفتره اللي جايه؟ اكيد يعني اللعيبه دي تمتلك امكانيات كويسه. يمكن سافيو يعني انا اتفرجت له على اكتر من فيديو كده، اهداف ليه وحاجات خاصه مهاريه يعني، واضح انه لعيب كويس، واضح انه لعيب عنده غيره شويه، واحنا حابين ده في الوقت ده، ان اللعيبه اللي عندك تبقى لعيبه عندها غيره شويه وعندها حميه تضمن لك ان الروح هتكون حاضره. بالظبط بالظبط، انا يعني يمكن انا يعني الزياده في الغيره بتقلب بحاجه عكسيه، لكن اللي هي الغيره المنضبطه، يعني الغيره المنضبطه ان انا محتاج اطلع، وهي دي سياسه وثقافه النادي الاهلي، واللعيب اللي طلع من النادي الاهلي بيطلع عنده غيره، لذلك يقول لك انا شخصيه النادي الاهلي ان انا طول الوقت ما ببالش غير بالمكسب، طول الوقت ما بطلعش في الملعب غير وانا كسبان. وان كانت التفصيله دي الحقيقه عبء كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني بل وعلى الجمهور. ضغط عصبي، يا نفوز يا نكسب، دي حاجه صعبه جدا. يعني الاثنين لازم نطلع بثلاثه بونت. الحاجه سهله طبعا. هو ومحتاجه مجهود كبير، ومحتاجه تركيز قوي، ومحتاجه ان انت تفصل عن اي حاجه تبعدك عن التركيز في الملعب. يعني اي حاجه، يمكن في لعيبه كتيره جدا مهاريه جدا وقدرات عاليه جدا، بس ركزوا او بعدوا عن الهدف الاساسي للنادي الاهلي، وبعدوا عن النادي الاهلي بشكل واضح وصريح. ده انا شايف ان انت بتركيزك 100% او 200% جوه الملعب وبره الملعب وانت في النادي الاهلي، انت هتبقى في حته تانية خالص. على العكس تماما، لو انت مهما كان مهاراتك عاليه، مهما كنت لعيب مهم جدا وبتاع، ومش منضبط ومش ملتزم، اكيد مش هيكون لك دور في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي ليه سيستم، ولو مشيت على السيستم ده انت اول حد هيكون ناجح في النادي الاهلي، وهتكون كمان بتسطر اسمك بجد في تاريخ للنادي الاهلي كبير. فانا شايف انه سافيو من الصفقات الكويسه، شايف شادي حسين من الصفقات الكويسه جدا، لعيب عنده برضه نفس الرغبه ونفس الغيره، ولعيب يمكن انا قريت بعض الحاجات كده انه كان يعني مشجع اهلاوي قبل كده، وكان بيحضر في المدرجات، وكان فدي يعني اكيد يعني، وكان بيتمنى طول الوقت ان هو يبقى موجود في الملعب علشان يدافع عن تيشيرت النادي الاهلي، مش عايز يقعد في المدرج يدافع من بره، عايز يبقى في الملعب من باب ان انا يعني بكل ما املك انا موجود بدافع عن النادي الاهلي. جات لك الفرصه يا شادي، ان شاء الله تحقق كل اللي تتمناه ليك
على المستوى الشخصي وللنادي طبعا. نادي الاهلي نادي بطولات طول الوقت، ما بيبالش غير ببطولاته بالمركز الاول. فانا شايف ان الفرصه جت لاثنين لعيبه على مستوى عالي جدا، واكيد في تدعيمات تانية اكتر. وانا شايف ان عوده المصابين هتدي قوه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي، لان وتصعيد الشباب، ودي نقطتين عايزين نقف عندهم. بس طالما ذكرنا بقى شادي حسين، تابع معانا كده الفيديو. اتفضل. اول ماتش وسط العيلة، اول مره احس اني اهلاوي، اول تذكره ماتش كانت حلوه، اول رحله ورا الفريق، اول هتاف. اول بطوله، اول فرحه، حتى اول لحظه صعبه كانت حلوه. فاكر انك تلبس التيشيرت الاحمر، تجري وتعرق في الملعب، انك تجيب جول للاهلي، حلم بيحلمه الملايين، وانا واحد من الملايين. ضرب نار الفتره الجايه يا كابتن احمد ان شاء الله. في ضرب نار واكيد يعني ضرب نار بلغتنا في الرياضه حاجه كويسه، يعني انه في دفعه كبيره معنويا. فانا شايف انه لا اكيد صفقات كبيره، واكيد في صفقات تانية جايه. يعني انا يمكن وقفنا عند نقطه ان عوده المصابين هي اكبر قوه ضربه الفتره اللي جايه، عوده المصابين. اه بجد يعني عوده المصابين، احنا عندنا مجموعه لعيبه فعلا اسماء تقيله جدا جدا، ولاعيبه على اعلى مستوى. يمكن كان ابتعادهم بس عن الملعب بسبب الاصابات اثر على النادي الاهلي كاداء عام. طبعاً طبعاً، ولكن العوده اكيد هتدي قوه كبيره. يمكن كمان بعض اللعيبه اللي طالعه من القطاع الناشئين، أيوة، اكيد برضه هتبقى اضافه كبيره. انا شايف بس ان انا بس عايز يعني اكد على نقطه، انه اكيد القطاع في النادي الاهلي بيشتغل على الشكل الجماعي للفريق. انا اتمنى بس انه يبقى في تركيز قوي على الجانب اللي هو الفردي للاعب، يعني التطوير الفردي للاعب. اكيد التطوير الجماعي كتيم دي حاجه مهمه جدا، لكن التطوير الفردي للاعب في لعيبه محتاجه بعض التطوير اكتر. ممكن في لعيبه بتبقى عندها القوه وعندها الحماسه وعندها الرغبه وعندها الشغل اللي هو المنظم، بيدافع كويس وبيهاجم كويس، لكن الحاجات الفرديه اللي هي المهاره الفرديه لازم تتطور بشكل اكبر. بتفرق جدا جدا مع المنظومه ككل. لو انت لعيب عندك مهاره بتضيف للفرقه، عندك حلول فرديه، عندك يعني الحاجات دي بتفرق جامد جدا. النقطه دي بصفه خاصه كتير من الناس جدا يعني متفائله قوي بالتاتش البرازيلي اللي استجد علينا في الفتره الاخيره. وطالما شفنا فيديو لشادي، ما ينفعش ما نشوفش فيديو لبرونو ده، حتى يزعل مننا. نشوف لا اكيد طبعا. جميل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها، فكره الفتره الحاليه اللي احنا فيها، هل هي هتكون فتره كافيه كفتره اعداد طبعا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، والى اي درجه ممكن تكون مساحه الوقت دي كافيه للمدير الفني الجديد والتعامل مع اللعيبه والتعرف عليهم وعلى امكانياتهم وعلى خلفياتهم الى اخره؟ وكمان لازم ناخد في الاعتبار فكره، ما هو برضه من ضمن الحاجات اللي هو مضطر يعملها الفتره دي بصفه خاصه، التعامل النفسي مع اللاعبين اللي لسه طالعين من موسم مش حلو، شاق طبعا، ونتج عنه نفسيات مش حلوه. اكيد دي برضه من ضمن النقاط اللي لازم ياخدها في الاعتبار. هي اكيد طبعا، يعني الراجل المدير الفني هو مش مدير فني بس ونفسي وبدني، وبيتابع كل الجوانب. يعني ده جانب من الجوانب المهمه جدا جدا عند اللاعب، واللي لازم يكون ملم بها المدير الفني، ان الجانب النفسي كمان يعني يقدر يتعامل معاه بشكل جيد. يعني وانا شايف انه الفتره دي فتره كافيه جدا وفتره كويسه قوي، ودي كانت الفتره اللي كنت بتمنى يجي فيها مدربين جدد او مدربين ذو قيمه يقدر فعلا يتبني على ارائهم الفنيه فريق قوي،
فانا شايف انه لا، الفتره دي فتره كويسه جدا، كافيه جدا. الراجل ده هيشتغل قدامه يعني، محظوظ جدا هو جه في فتره فيها ان انت تقدر تسجل لعيبه، عند عوده اللعيبه المصابه. يمكن الحمد لله انا شايف انه في اكتر من لعيب مصاب بدا يرجع الملعب وبداوا يجروا، سواء خدوا جزء من التدريب او خدوا التدريب كامل بشكل كامل. فبعض اللعيبه بدات ترجع، وفي لعيبه خلاص يعني اوشكت على الرجوع خلاص، يعني الامور بدات تبقى كويسه، هيتمثل للشفاء بشكل كامل الفتره اللي جايه. فانا شايف الراجل ده محظوظ جدا، عوده اللعيبه المصابه يعني بشكل قريب جدا او بشكل كامل الفتره اللي جايه. اللعيبه الجديده هتبدا تنضم للعيبه اللي كانت الاساسيه او كانت موجوده من الفتره اللي فاتت. هيبدا التجانس بقى، فتره التجانس وفتره زي ما بيقولوا المدرب اندماج مع طبعا الاندماج بالظبط. انا يعني دي فتره مهمه جدا جدا للمدرب، يعني المدرب طبعًا. المدرب يتمنى الفتره دي يقدر يطلع بيها باهم حاجه يعني، او باهم يعني باهم المكاسب اللي موجوده، ان اللعيبه دي تندمج وتنصهر بشكل كويس، ويعرفوا بعض ويتعرفوا على يعني يتعرفوا بشكل اكبر على بعض على المستوى الشخصي. يعني في معسكر، انا شايف انه في معسكر، المعسكر ده اكيد طبعا بيبقى مهم جدا، واليوم الكامل ده بقى يعني فرصه كويسه قوي ان اللعيبه تتعرف اللعيبه الجديده على اللعيبه القديمه. واحنا الدوري المصري اللعيبه بتبقى طول الوقت عارفه بعضها يعني، لكن طبعا لما بنقعد مع بعض يوم كامل غير ما بنقعد بنتقابل مثلا في مباراه او بنتقابل في مكان 10 دقائق ولا حاجه، عكس ما انا اكون قاعد يوم كامل في النادي طبعًا او في المعسكر من صباح المبكر لغايه اخر النهار، لغايه الساعه 7 8 بالليل، حتى الغدا هيكون في النادي بالظبط. فده بيدي جو اسري اكتر، جو عائلي اكتر، اللعيبه تخاف على بعض اكتر، اللعيبه تحفز بعض اكتر، في لعيبه كبيره ولعيبه صغيره، اللعيب الصغير بيستفاد من اللعيب الكبير بخبراته. مطلوب ده كله الحقيقة بالظبط. الراجل كمان يبدا يشتغل تكتيكي وخططي بشكل اكبر، يعني عنده فرصه ان هو يطلع كل اللي عنده في المعسكر ده او في الفتره دي، علشان بعد كده ما فيش اي مبررات او ما فيش اي حاجه يقدر لا اكيد الفتره بالظبط. الفتره اللي جايه فتره يعني اكيد مش من بدايه يعني، اكيد بعد ما ياخد فتره كويسه فتره محاسبه بقى، الراجل ده لا راجل يتناسب مع النادي الاهلي او لا يتناسب، يعني فتره الحساب بعد فتره المعايشه اللي احنا قاعدينها او فتره المعسكر اللي احنا قاعدينه ده. برضو سريعا كده بعد اذنك، لان الوقت بتاعنا بيطير، اكيد طبعا. بس نلحق نتكلم عن المنتخب، وبرضو توقعاتك للقادم ان شاء الله بالنسبه للمنتخب في ظل وجود مدير فني جديد فيتوريا، وبرضو رايك وتقييمك ليه. هو راجل يعني برضه من الشخصيات المدربين اللي هم اللي عندهم كاريزما كويسه، هو راجل يعني يمكن جه برضه فتح لاين او لينك مع كل الانديه، تواصل مع كل المديرين الفنيين في الانديه كلها، سال عن طبيعه اللاعب المصري وعن نوعيه لعيبه معينه، يعني اللعيبه دي مثلا تدريباتها عاملة ازاي، التزامها عاملة ازاي، انضباطه عامل ازاي. يعني اكيد الفترة اللي جاية فترة برضو كويسة، هو واخد عامل تعاقد 4 سنين، وعنده عنده شغل تطوير. تفصيلة الاربع سنين دي في حد ذاتها برضو فيها شيء من الطمأنة ان الراجل ده هيجي بقى ايه ويترستق وياخد وقته. هو خلي بالك من حاجة، على حسب ما فاهم من ضمن مهامه الحقيقية ولو كانت مش معلنة ممكن تبقى بشكل ضمني، فكرة الإصلاح، بناء بالظبط، بناء وإصلاح يعني هو المنظومة الكروية بالظبط. يعني هو الراجل شغال على كمان على المنتخبات اللي تحت كمان، يمكن مش بشكل مباشر، لكن لأن هم عندهم مدير فني شغال موجود معاهم، لكن أنا بتكلم على إن هو الراجل بيتابع ده بنفسه كمان يعني، أو عن قرب جدا يعني، بيتابع إن هو الفترة اللي جاية بيبني منتخب يكون نواه كويسه للمنتخب الاول، وبيصلح طبعا زي ما حضرتك قلت في حاجات الفنيه للمنتخب الاول. احنا عندنا لعيبه جيده، ولكن كان يعني نحتاج لبعض او لنوعيه مدرب يقدر يفهم ازاي يدخل اللاعب المصري، يعني اللاعب المصري لعيب جيد جدا، ولكن في مدرب زي مستر عارف بس مفاتيح بس بالظبط. احنا عندنا مستر كروش جه تنشن شويه وبتاع الكلام ده، هو مدرب كبير طبعا ممكن نقول كل الاحترام والفتره اللي قضاها معانا، ولكن يعني تنشن شويه، وكان وطريقه لعب اتغيرت في وقت سريع جدا وما كانش في وقت قدامنا، ولكن احنا يعني مستر فيتوريا عنده وقت كافي ان هو يبدا يعمل منتخب يليق ان شاء الله بمصر.
مصر يعني. وكلنا يعني بنتطلع اليه ان شاء الله. للاسف وقتنا انتهى معاك النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. نورتنا كالعاده. شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نقول بقى التعليقات اللي وصلتنا ونقرا اسماء حضراتكم. خليكم معانا.